عليك السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا وقفنا في الحلقة السابقة عن قصة إسلام حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد 3 أيام فقط من إسلام حمزة غادي يسلم عظيم آخر، وبإيمان هذا المؤمن الجديد غادي يغير الله من وجه الأرض تماما، غادي يغير من حركة التاريخ. هذاك الراجل اللي زلزل عروش ملوك الأرض في زمانه، كسرى وقيصر وغيرهم، هذا المؤمن الجديد هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر الفاروق. فمنذ يعني أول لحظات إيمانه وحتى آخر أيام حياته كان فاروقا، وقصة إسلامه يعني أعجب من قصة إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما. كان عمر رضي الله عنه من أوائل المحاربين يعني الإسلام والمستهزئين بالمسلمين، وكان معروف يعني بحدة الطبع القوة دياله، وكثير ما كان كيلقاو منه المسلمون ألوان الأذى وصنوف العذاب. فكان كيعذب واحد الجارية كانت عنده عرف بالإسلام ديالها، كان كيعذبها من أول النهار حتى لآخر النهار، ثم كيخليها في نهاية الأمر وكيقول والله ما تركتك إلا ملالة، تقول خليتك حيت مليت. وهذه زوجة عامر بن ربيعة كتحكي وكتقول والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة، يعني كانوا كيوجدوا باش يمشيوا لأرض الحبشة يهاجروا. وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا، مشى رجلها باش يقضي شي حاجة، إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف وهو على شركه. وكنا يعني كتقول كنا كنلقاو منه يعني الأذى والشدة، فقال إنه الانطلاق يا أم عبد الله. قال هي ناويين يعني ناويين ترحلوا؟ قالت قلت نعم والله لنخرجن في أرض الله، غادي نخرجوا في أرض الله. قتلوا آديتمونا وقهرتونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فقال عمر صاحبكم الله. وشفت يعني شفت هذيك السيده رقه، قالت كتقول لم اكن اراها يعني في عمر. ثم انصرف مشى وقد احزنه فيما ارى خروجنا، يعني شفت بان عمر حزن لهذاك الخروج ديالهم الى الحبشه. وكتحكي وكتقول فجاء عامر بالحاجه ديالو يعني الزوج ديالها، فقلت يا ابا عبد الله لو رايت عمر انفا كنت شفتيه وشفتي الرقه ديالو والحزن ديالو علينا. وقال لها زوج ديالها أطمعتي في إسلامه؟ قال أطمعتي في الإسلام دياله؟ قلت نعم. قال والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. قال لها ما عمرك تحلمي أن عمر غادي يسلم حتى يسلم الحمار ديال باه ديال الخطاب. قال ذلك يعني يأسا من نول، لأنه كان كيشوف منه يعني واحد الغلظة وواحد القسوة على الإسلام. وإلا كانت يعني الأمور بخواتمها فإن سبحان الله نظرة هذيك المرأة كانت أدق من نظرة الرجل. فغلظة عمر كانت واحد القشرة خفيفة كتخبي وراها ينابيع من الرقة والعطف والسماحة، وتفجرت من بعد الإسلام دياله. فكانت أول بشائر بإسلام عمر ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كيصلي، حيث عمر بات واحد ليلة خارج البيت، فجل الحرم ودخل في ستر الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، واستفتح سورة الحاقة. فبدأ عمر كيستمع للقرآن وكيعجب يعني كيستغرب من التأليف دياله. تيقول عمر فقلت يعني تيقول في نفسه هذا والله شاعر، تيقولها في نفسه يعني كما قالت قريش. فقال فقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. الرسول صلى الله عليه وسلم تيقرأ. قال فقلت كأنه كيجاوبه، قال فقلت يعني في نفسه فقلت كاهن. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين، حتى الآخر الصورة. تيقول عمر فوقع الإسلام في قلبي، كان هذا أول يعني وقوع نواة الإسلام في قلبه رضي الله عنه. لكن كانت النزعة الجاهلية والعصبية التقليدية والتعاظم بدين الآباء هي اللي كانت غالبة على الحقيقة اللي كان يعني كيتهمس بها القلب دياله. فبقى يعني بقى مجد في العمل دياله ضد الإسلام. فقرر أنه يقوم بدكشي اللي فكر فيه كثير من مشركي قريش قبل ذلك، لكنهم ما فلحوش فيه. قرر أنه يقتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
واللي دفعوا لهذا الشيء انه خدا يعني هذا القرار. داكشي اللي وقع قبل يومين من اهانه شديده لابي جهل في مكه على يد عم الرسول صلى الله عليه وسلم حمزه، واللي صبح على دين محمد، وكانت حراره هذا الدافع يعني نابعه من ان ابا جهل هو خال عبد عمر بن الخطاب. فشاف عمر انه يعني تصاب في الكرامه ديالو تماما كي تصاب خالو ابو جهل. هنا قرر ابن الخطاب انه يقتل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج هز السيف ديالو غادي باش يقضي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق تلقاه نعيم بن عبد الله، واحد الرجل يدعى نعيم بن عبد الله، وكان من المسلمين اللي يعني سلموا ولكن خفوا الاسلام ديالهم، وكان ايضا من قبيله عمر يعني من بني عدي. وكان من السهل على نعيم انه يقرا الشر في القسمات وملامح وجه عمر. فوقفوا نعيم وقال له اين تريد يا عمر، وهو يعني ما تيعرفش عمر ما كيعرفش نبأ اسلام نعيم. فاجابه عمر يعني جاوبه في غايه الصرامه والجديه، اريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق امر قريش وعاب دينها فاقتله. ما كان من نعيم لما سمع المقاله عمر انه الا ان يعني اصابه الرعب، خاف فشاف الخطر العظيم اللي غادي يحدق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كاينش وقت باش يمشي ينبهه. فما تمالكش نفسه فانه يكشف له على واحد السر خطير، تيقصد من هذا الشيء انه يلهيه به على هذا الاقدام هذا. فكشف له على ايمان فاطمه بنت الخطاب رضي الله عنها يعني اخت عمر، وعن ايمان الزوج ديالها سعيد بن زيد. فقال له نعيم كيف تامن من بني هاشم ومن بني زهره وقد قتلت محمدا؟ فقال له عمر ما اراك الا قد صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه. فقال له أفلا أدلك على العجب، نقول لك شي حاجة غادي تعجب منها يا عمر. وهو يعني ألقى بديك القنبلة ديالو المدوية فقال أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم، يعني سير شوف هو الأول أهل ديال بيتك، إن أختك وختناك قد صبوا. قال سير شوف أختك وراجل أختك راه خرجوا وخلوا الدين ديالك. فجن جنون عمر ونسى يعني داك الشيء اللي كان عازم عليه، وصرع من تو مشى تيجري للبيت ديال الاخت ديالو اللي اخترقوا محمد. وفي هذيك الاثناء يعني كان خباب بالارض كان كيجلس مع سعيد بن زيد والزوجه ديالو في البيت ديالهم، كان كيعلمهم القران الكريم. فلان الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيقسم المسلمين كان كيقسمهم لمجموعات، كل مجموعه كانت كتتدارس القران فيما بينها، ثم كيجتمعوا بعد ذلك في واحد لقاء جامع معه في دار الارقم بن ابي الارقم. وكان خباب يعني كيقوم دور المعلم لسعيد والزوجة ديالو فاطمة بنت الخطاب. وصل عمر لبيت الأخت ديالو، وقبل ما يدخل سمع واحد الهمهمة، وبعنف بدا يعني بشدة بدا كيطرق الباب وينادي بداك الصوت ديالو الجهوري كيقول افتحوا الباب. فدركوا دوك اللي في الداخل ديال الدار أن عمر بالباب، فسرع خباب وكان من الموالي مشى كيجري. فتخبى في واحد الغرفة داخلية وقال لأن نجا سعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب فلن ينجو الخباب. افتح سعيد الباب الزوج ديال الأخت ديال عمر، ودخل عمر وهو كيتحرق من الغضب، يعني ما قادرش يسيطر على نفسه، والكلمات كتطاير من فمه والشرر كيتقذف من عينيه، ودون استئذان كيسأل ما هذه الهمهمة. الهمهمة يعني الصوت الخفير غير المفهوم. ما هذه الهمهمة التي سمعت؟ فأردوا عليه قالوا له ما سمعت شيئا. قال عمر بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه. ثم لقب نفسه على سعيد الزوج ديال الأخت ديالو بدك يضرب فيه. هنا تدخلت الزوجة الوفية فاطمة رضي الله عنها كتدافع على الزوج ديالها، فوقفت بينه وبين عمر كتدفع عليه عمر. وفي لحظة غضب عارمة ما دركش نفسه إلا وهو كيضربها، يعني واحد ضربة مؤلمة على الوجه ديالها تفجرت على إثرها الدماء من وجهها. وقف سعيد بن زيد كيتحدى عمر وكيقول نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدالك، يعني دير اللي بغيتي. أما الأخت ديالو فاطمة المرأة الضعيفة فقد يعني مسكت بخوها عمر وهي كتقول له أسلمنا وآمنا رغما عن أنفك يا عمر. ذهل عمر، يعني شنو هادشي اللي كيوقع؟ واش هادي هي اختو؟ شنو يعني شنو اللي جرأها لهاد الدرجة؟ ويعني وعلى شدة البأس ديالو والقوة ديالو شعر عمر بأنه ضعيف وصغير ما كيستطعش يوقف أمام هذه المرأة. وفي الوقت ذاته شعر وكأنها صبحت يعني واحد الجبل شامخ كيوقف قدامه. تغيرت الدنيا وهو لا يدري.
ورغم ذلك وفي تعبير عن رقة عظيمة في القلب ديالو يعني كتخبى وراء هذه الغلظة الظاهرة، قال عمر: فاستحييت حين رأيت الدماء. لما شاف الدم على وجه اختو استحيا وبدا كيتنازل كيقول عمر: فجلست ثم قلت: أروني هذا الكتاب. قالوا: موريوني هذا الكتاب هذا. وكانت الضربة الثانية الموجعة اللي غادي اللي ما كانش كيتوقع على الإطلاق لما قالت له أخته فاطمة، قالت له: يا أخي إنك نجس على شركك، وإنه لا يمسها إلا الطاهر. وعلى عكس ما كان كيتوقعوا بشر، قام عمر في هدوء عجيب مشى باش يغتسل. لا شك أن شيئا غريبا كيحدث، شيء ما يمكن ليناش نفسره إلا بقول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. شاء الله الهداية لعمر، وشاء الله الخير ليلو للمسلمين بل ولأهل الأرض جميعا. قام عمر ناض وسط هذيك الأجواء، مشى كيغتسل في بيت الأخت ديالو باش يصبح طاهر ويقرأ الصحيفة. وبعد الاغتسال ديالو أعطته فاطمة رضي الله عنها الصحيفة كيقراها، وباللسان ديالو والعقل ديالو والقلب ديالو قرأ عمر: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: أسماء طيبة طاهرة. ثم قرأ: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. زلزل عمر وفي لحظة يعني خالط الإيمان فيها القلب دياله. فقال عمر يعني فعظمت في صدري، يعني ديك الآيات تعظمت في الصدر دياله، فقلت: ما أحسن هذا الكلام. فكان شأن عمر هذيك الساعة تبدل، وكانت هذه من أعظم لحظات البشرية على الإطلاق، لحظة تحول فيها رجل كيسجد لصنم وكيعذب المؤمنين، تحول العملاق من عمالقة الإيمان وتحول إلى فاروق فرق به الله بين الحق والباطل، وإلى رجل يعني كيراقب الله في كل حركة وفي كل سكون. ولما سمع عمر هو كيقول ما أحسن هذا الكلام، خرج خباب من المخبأ دياله من ديك الغرفة اللي كان مخبي فيها وقال: يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإنني سمعته أمس وهو يقول: اللهم يؤيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فالله الله يا عمر. عند ذلك قال عمر يعني مقر ومعترف برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فأين رسول الله؟ فقال له خباب: إنه في دار الأرقم. انطلق عمر حتى جا للدار ديال أبي الأرقم، فضرب الباب، فقام رجل بدا يعني كيطل من يعني التقابي ديال الباب، فشافوا هز السيف ديالو، فخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فخافوا الصحابة يعني تخلعوا. فقال لهم حمزة: ما لكم؟ قالوا: عمر. قالوا فقالوا: وعمر؟ ويكون كاع عمر، افتحوا له الباب، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له، إلا كان جاي باغي خير نعطيه له، وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه، إلا كان جاي باغي شر غنقتلوه بالسيف ديالو. فخرج رسول الله إلى عمر حتى لقاه في الحجرة، ثم جبدوا الرسول صلى الله عليه وسلم واحد جبدة شديدة، فقال: أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة. اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كبر الجميع: الله أكبر، الله أكبر اللي صنع هذه المعجزة. وفي شوق لهفة عارمة باش يعلموا ألد أعداء الإسلام خبر الإسلام ديالو، قرر عمر أنه يمشي لأبي جهل في البيت ديالو ويخبره بنفسه على الأمر الإسلام ديالو. كيقول عمر: فأتيت حتى ضربت عليه بابه، فخرج إلي وقال: مرحبا وأهلا بك ابن أختي، ما جاء بك؟ فقال له عمر: جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد وصدقت بما جاء به. قال عمر يعني ضرب الباب في الوجه دياله وقال: قبحك الله وقبح ما جئت به. لكن عمر باقي بغي يعني يعلم خبر الإسلام دياله للجميع، فشنو دار؟ مش الجميل بن معمر الجمحي، وهذا كان يعني من أنقل الحديث في قريش،
يعني غير تيسمع شي حديث يعني كيحدث به الناس كاملين. فمشى عنده عمر وقال له يا جميل لقد أسلمت، وبأعلى صوته هذاك جميل بدا كينادي إن ابن الخطاب قد سبق. فرد عليه عمر قال له كذبت ولكني قد أسلمت. وعرفت مكة كلها بإسلام عمر، وكان هذا يعني ذاك شيء هو يعني وهذا الشيء هو اللي بغاه عمر. ثم مشى للبيت ديالو وجمع الأهل ديالو ووليداته وخبرهم بأنه قد أسلم، وقال لهم كلامكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله. فقال له عبد الله بن عمر قال له إني مسلم منذ عام. فيعني ضربه وقال له كنت ستضيع أباك، يعني خبيتي علي هذا الأمر لأنه ما دعاش للإسلام. كان خبر إسلام عمر بن الخطاب بالنسبة للمشركين يعني بحال شي صاعقة نزلت عليهم، لأنهم عرفوا حينئذ أن محمد صلى الله عليه وسلم اللي معه غادي يزداد قوة ومنعة. فإذا كان عمر شديد العدو اللدود للإسلام قد أسلم، فشنو غيكون الأمر في بقية الناس؟ هذا بالنسبة للمشركين. أما المسلمون فقد كان الموقف ديالهم موقف المنتصر اللي عانى من الويل والجحيم سنوات طويلة. كيروي مجاهد عن ابن عباس كيقول سألت عمر بن الخطاب لأي شيء سميت الفاروق؟ فقال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام، وقص عليه القصة ديال الإسلام دياله. وقال في آخره قلت أي حين أسلمت يا رسول الله؟ ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قالوا يك حنا على الحق سواء متنا ولا حيينا. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق وإن متم وإن حييتم. قال فقلت ففيما الاختفاء؟ علاش حتى لين حنا غنبقاو مخبيين؟ علاش غنبقاو مخبيين؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن يعني يخرجوا يعلنوا الدعوة. منذ أن أعلن إسلامه حبس نفسه يعني حسب نفسه واحد منهم، وبدا كيقترح عليهم الاقتراحات يعني منذ اللحظة الأولى، وكيفكر كيفاش يخدم هذا الدين وشنا هو الأنفع والأصلح للدعوة. لقد كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كيرتب الحسابات دياله بدقة، وكان الاختفاء الأسباب. وهنا يعني تغير الوضع، بعد أن كان الاختفاء مزايا أصبح الإعلان مزايا. فأعاد رسول صلى الله عليه وسلم الحسابات دياله من جديد، وذلك بعد إيمان حمزة وعمر رضي الله عنهما، رجلان فقط من المسلمين غيرا من مسار الدعوة الإسلامية بكاملة في هذه الفترة الحرجة. ووافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يعني تقضى الشعائر يعني صلاة وغيرها أمام كل الناس في مكة وفضح النهار. وكانت هذه دعوة كبيرة جدا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. وفي نفس اللحظة خرجوا المسلمون في صفين، جوج ديال الصفوفة، عمر على أحدهما وما كانش آمن إلا منذ دقائق، وحمزة على الآخر وكان قد آمن منذ 3 أيام فقط. ومن دار الأرقم المسجد الحرام حيث فين كيتجمعوا يعني قريش صارت الفئة المؤمنة. ومن بعيد يعني بدات كتشوف قريش وعمر وحمزة وهما كيتقدموا المسلمون، فعلت الوجوه ديالهم كآبة شديدة. كيقول عمر فسماني رسول الله الفاروق يومئذ. ازدادوا المسلمون به منعة وقوة، ويعني وقعت في نفوس الكافرين حسرة. كيقول ابن مسعود رضي الله عنه إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرة، وإن إمارته كانت رحمة. ولقد كنا يعني ما نصلي عند الكعبة، ما كانوش كيقدروا يصليوا عند الكعبة حتى أسلم عمر. فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. كذلك قال ما زلنا أعزة يعني منذ أسلم عمر. وهكذا كان يعني إسلام هذين الرجلين العظيمين يعني فتحا ونصرا للإسلام ونصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوة للمسلمين ورفعا لمعنوياتهم. فكان بحق يعني واحد نقطة تحول جوهرية في السيرة النبوية. وأستودعكم الله وإلى لقاء آخر بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبي الهدى يا رسول السلام ويا